بكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا من فندق الإقامة في برج العرب ورصد وكواليس حصرية لفريق النادي الأهلي وأولى أيام معسكر الإعداد، المعسكر المغلق الذي قرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو إقامته هنا في برج العرب استعدادا للموسم القادم وبطولة الدوري العام والاستعداد للموسم الجديد بدءا من المشوار الأفريقي والمباراة الهامة جدا بعد شهر من الآن، مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا هنا في برج العرب وتحديدا يوم 17 يوليو القادم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون اكتملت الصورة بالنسبة له بعد إعلان تشكيل الجهاز الفني من قبل لجنة الكرة بالأمس، خاصة بعد اختيار كل العناصر الجهاز الفني بدءا من المدير الفني الفرنسي ثم باقي الجهاز كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم بأعمال مدير الكرة كابتن سامي أمصان مدرب مساعد، كابتن مصطفى كمال مدرب لحراس المرمى، وأيضا الكابتن حسين عبد الدايم مدرب الأحمال المساعد لمايكل ليندمان المدرب الأحمال الذي عاد من جديد في الجهاز الفني بعد فترة تولي هذه المسؤولية عندما كان الهولندي مارتن يول مديرا فنيا لفريق النادي الأهلي، مع الإبقاء على الدكتور خالد محمود طبيبا ورئيسا للجهاز الطبي بالنادي الأهلي وسيمو محلل الأداء، وأيضا دكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، ودكتور خالد محمود بالتأكيد وباقي الأجهزة الطبية المستمرة معاه منذ الموسم الماضي. عموما تفاصيل أكثر عن هذا المعسكر وانضمام عدد كبير جدا من قطاع الناشئين والصفقات الجديدة التي انضمت للأهلي خلال الفترة الأخيرة متواجدة هنا في معسكر فريق النادي الأهلي الذي بدأ منذ صباح اليوم ويستمر لمدة 8 أيام هنا في برج العرب، خاصة في ظل وجود أحمد علاء أحد الصفقات المنضمة من نادي الداخلية، يوسف الجبالي من فريق الشمس، تصعيد عدد من اللاعبين في حراسة المرمى بالتأكيد مصطفى شوبير، عودة عمر رضوان الحارس الصاعد الذي تم إعارته خلال الفترة الأخيرة لنادي الرجاء وانتهت إعارته ويعود لفريق النادي الأهلي، وتصعيد عدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين سواء مصطفى عزت أو عدد كبير جدا في فريق الشباب مواليد 97، بالإضافة لذلك وجود عدد مميز من لاعبي الفريق الأول والخبرات بداية من الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق، وأيضا وجود وليد سليمان وأحمد الشيخ وعلي لطفي في حراسة المرمى، وعدد من اللاعبين الذين مستمرين مع الأهلي منذ الموسم الماضي باسم علي ومحمد نجيب وأحمد حمودي وكل هلال من ليصل عدد قائمة الفريق حتى هذه اللحظات في المعسكر المغلق حوالي 40 لاعب من خلال باتريس كارتيرون المتابعة خلال التدريبات خلال الأيام القادمة سيتابع كل لاعب وسيلقي نظرة على اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين. عموما تفاصيل كثيرة عن هذا المعسكر في هذا اليوم الأول وخبر مهم جدا نعلنه من خلال قناة النادي الأهلي وجود مدرب إيطالي متخصص في القياسات البدنية سيقوم بإجراء قياسات جي بي اس لعدد من اللاعبين أو كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغرق بداية من هذا اليوم، خاصة أن هذا المعسكر معسكر استعداد جيد جدا للمرحلة القادمة في ظل أنها المرحلة الثانية من الإعداد البدني استعدادا للموسم القادم وبالطبع سيتخلله مباراة ودية. إذن المدرب الإيطالي أندريو هو المتواجد ضمن الجهاز الفني ومختص بالقياسات البدنية لكل لاعبي فريق النادي الأهلي بالاتفاق وبالتعاون مع مايكل ليندمان مدرب الأحمال وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال ضمن الجهاز الفني. أولى التدريبات اليوم ستكون على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، والتدريبات خلال الفترة القادمة سيتم التنسيق بين الجهاز الفني مع باتريس كارتيرون لتحديد مواعيد التدريبات في ظل أن هناك أيام أخرى خلال الأيام القادمة سيكون التدريب على فترتين في ظل الاستعداد للموسم القادم والبداية بالمشوار الأفريقي بعد ختام مشوار كأس العالم ومباراة تاونشيب هنا في برج العرب في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. تابعوا.